رئيس الحكومة المؤقتة يكلف فريقا حكوميا برصد شواغل جهة جندوبة وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية إثر زيارة العمل التي أداها إلى الولاية. بعثة صندوق النقد الدولي تعلن موافقتها المبدئية تمكين تونس من قسط رابع من القرض الائتماني بقيمة 355 مليون دينار. محكمة جنايات القاهرة تحيل ملف 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية. أهلا بكم. تكليف فريق حكومي لرصد شواغل جهة جندوبة واتخاذ قرارات نافذة وسريعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من بين النقاط التي تعهد بها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خلال زيارة عمل أداها رفقة فريق حكومي لولاية جندوبة. عدد من أهالي الجهة عبروا في وقفة احتجاجية عن جملة من المطالب التي وصفوها بالملحة. على وقع احتجاجات عدد من مواطني الجهة انطلقت زيارة العمل التي يؤديها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى ولاية جندوبة والوفد الوزاري المرافق له. المطالبة بالتشغيل خاصة على مستوى أصحاب الشهادات المعطلين للعمل اللي عددهم يفوق أكثر من 9000 معطل عن عمل في ولاية جندوبة. الاطلاع على سير نسق مشاريع التنمية بالجهة كانت من أبرز أهداف الزيارة، خاصة مشروع الجسر المزدوج على وادي مجردة والذي توقفت أشغاله بسبب إشكال عقري، الأمر الذي أضر بمصالح المواطنين. الجسر ذاك في صالح جميع المواطنين، زاد المواطنين عندهم حق وعندهم حق في الجسر والاعتمادات موجودة، ما يلزمناش زاد ندخلوا في فوضى ونحرموا المتساكنين الكل من مشروع على بعض الأشخاص اللي يقولوا هاو عندنا عقار. عندك عقار عندك حق تاخذ حقك، لكن ما تمنعش يعني مشروع لهذا في صالح المجموعة. وفي الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي ضمت مختلف الأطراف الفاعلة في الجهة، تم التأكيد على ضرورة أن يتولى فريق عمل حكومي في أقرب فرصة التنقل بين الجهات المختلفة لرصد مشاغلها وتسريع المشاريع المعطلة بها في مختلف القطاعات. لي زوتوغوت لي بون ناقصين انفراستركتور لهنا في الجهة، ومش معقول باش نواصلوا باللوجيك هذه نتاع التعطيل، ولو المواطن عنده حق نحفظوا له حقه، ولكن المصلحة العامة يلزمها تتقدر، أما المصلحة العامة كونه كل مسؤول يقوم بواجبه. ضروري أنه توجدوا الناس اللي قادرين ينفذوا المشاريع هذه، واحد فيما يتعلق بالتسميات والكفاءات اللي ضروري معناها يقع تعيينها، وهذا يوقع إثارته، يلزم الناس تكون موجودة قادرة على إنجاز تنفيذ المشاريع. اثنين المتابعة، يلزم متابعة المشاريع بشكل وأنه تصبح موجودة في الواقع. بالمنطقة الصناعية الامتياز أكد رئيس الحكومة المؤقتة على أهمية تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وطمأنتهم ليواصلوا العمل في ظروف ملائمة من أجل إحداث مواطن شغل جديدة بالجهة. نحكيو على التنمية الجهوية يلزمها تاخذ بخاصيات المنطقة. في بعض محاولات تجي تحط منطقة صناعية في بقعة عمرها بتصير فيها صناعة، تخسر الأرض الفلاحية وما تربحش الأرض الصناعية. احنا نحبوا نمشيو بخاصيات المنطقة، وخاصيات لاكوا اليمونتير ما شاء الله كنوز هنا موجودة. القرار هو أخذ السيد رئيس الحكومة بتكوين فريق عمل لمتابعة وأخذ القرارات لإنجاز وتسريع إنجاز المشاريع العمومية. معنا أكثر من 475 مشروع اليوم معطل في جهة جندوبة، باش يجي يختار بعض المشاريع اللي عندهم معايير محددة، خذا شنو الإشكاليات والعوائق اللي تعيق المشاريع هذه، وباش يتم إن شاء الله حل حالتها يوم السبت القادم يوم زيارة الفريق هذا على مستوى وزاري إن شاء الله. زيارة أولى، من المنتظر أن تتلوها زيارات أخرى قريبا لتفعيل جملة هذه الإجراءات لفائدة الجميع. ونبقى في جندوبة، حيث يعتبر المعبر الحدودي بملولة إحدى أهم البوابات الحدودية التونسية الجزائرية، لكنه يفتقد إلى عديد المرافق الأساسية. هذا المعبر ومركز الحرس الوطني بالمنطقة كان محل زيارة أداها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، الذي وعد بالعمل على تحسين ظروف العمل استعدادا للموسم السياحي القادم. يعد المعبر الحدودي بملولة بوابة تونس على الشريط الحدودي مع الجزائر، بالنظر لاستقباله يوميا آلاف المسافرين ومئات العربات، إلا أنه يفتقر إلى عدة مرافق أساسية مثلت مصدر قلق للتونسيين والجزائريين على حد السواء. حال الطريق شوية هنايا من هنا قبل ما نوصل للتبرقة، قبل ما نوصل للتبرقة شوية مكسرة،
ما عجبتنيش طريقه شويه مكسره. طريق من الباساج هذا كي نخرجوا منه من لادون طريق ضيقه شي سي ان بو دونجوروك شويه فيها ريسك سيرتو في الليل واحد يجي واحد غروند فيتاس شويه لازم تهرب واحد شويه تخوف. رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وخلال لقائه عددا من أعوان الديوانة وشرطة الحدود من تونس والجزائر العاملين بالمعبر وعد بالعمل على تلافي هذه النقائص في أقرب الآجال وقبيل الموسم السياحي الجديد. أثناء معملين إن شاء الله يزورنا أكثر من 1,000,000 أخ جزائري فيلزم نهيئولهم أحسن الظروف للصيف وكذلك للتونسيين اللي عابرين نحو الجزائر. إن شاء الله نتوصلوا منه للصيف لتذليل العقبات وتحسين الظروف إن شاء الله. هذه إن شاء الله تشوف يدخلون هنا بوابة تونس في منطقة جميلة يلزم البوابة تكون جميلة. ظروف العمل بالمراكز الحدودية المتقدمة للحرس الوطني على الشريط الغربي كانت إحدى محطات هذه الزيارة خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد. ثم تنسيق أمني كبير مع الإخوة الجزائريين، ثم تعامل يومي، ثم لقاءات حدودية بين الدرك الجزائري والحرس التونسي يومية تكاد تكون يومية، ثم تبادل سريع للمعلومة. يبقى عندنا احنا مشاريع تعاون على المستوى الحدود ومشاريع تعاون على المستوى الأمني. المشاريع هذه احنا قدمنا للطرف الجزائري مشروع اتفاق ان شاء الله يقع تدقيقه ثم مشين نحو معناها امضاءه. تهيئة المعابر الحدودية وتوفير الظروف الأمنية الملائمة تبقى ضرورية لإنجاح الموسم السياحي ولمزيد استقطاب السائح الجزائري. ومن جندوبة إلى جهة الكاف التي تزخر بموروث ثقافي وحضاري مهم من خلال ما تتميز به من مواقع أثرية وطبيعية تستوجب اليوم لفتة ودفعا حتى تكون وجهة سياحية تساهم في التنمية بالجهة. هذه المحاور كانت محل زيارة من وزيرة السياحة. بعد زيارتها لولاية الجنوب والتسويق للسياحة الصحراوية، وزيرة السياحة تحط الرحالة هذه المرة في الشمال الغربي للبلاد وتحديدا في مدينة الكاف. زيارة أرادت من خلالها الوزيرة دعم القطاع السياحي هناك، خاصة وأن تلك المناطق تزخر بمخزون ثقافي كبير وثروات طبيعية هامة لكنها غير مستغلة. نخدمه كويزينا من الكلام معناتها على هذه الطاقات الكل لازم نحطوهم معناتها في برودوي باش الواحد ينجم يتولي معناتها في سيركوي ينجم يجيوها السياح، ولازمنا كل نخدموا باش المشاريع اللي نحكيوا عليها الكل لازمها تتعمل. حماية المواقع الأثرية هي ضمن جدول أعمال الوزارة في المرحلة الراهنة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة. نخدموا مع سيد مراد سقلي وزير الثقافة باش نختاروا شنو اللي سيت اللي كيفاش باش نقدوهم باش نحطوا شكون يعس عليهم، نشوفوا مثلا باركينغ ريستورون معناتها ما نجموش نخدموا الكلهم في عام واحد، ولكن باش نختاروا من ولايات ومنهم ولايه الكاف باش نختاروا منها سيت مواقع. اكد العديد من المختصين في هذا المجال ان بامكانها استقطاب السياح وانعاش المنطقه اقتصاديا. ينجم السائح ويجي وزائر نجم يدور 4 أيام في البلاد، يدور في كل يوم حقبة جديدة من طبق جقرطة للمدينة الكل للمدينة. والسياحة الثقافية أو السياحة البديلة تحظى بمناها عناية كبيرة في دول أخرى. نأخذ مثال البلد الشقيق المغرب الشقيق، مداخيل السياحة الثقافية من العملة الصعبة تفوت بكثير ما تدخل السياحة الشاطئية. إنعاش السياحة الثقافية وحسن استغلال الثروات المتنوعة التي تزخر بها ولاية الكاف وكذلك المناطق المجاورة هي من بين مطالب أهالي المنطقة والتي من شأنها إحداث مواطن شغل هم في حاجة ماسة إليها. بيّن وفد عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي ما زال يشهد صعوبات عدة لكنه قابل للتحسن بإدخال إصلاحات في عديد المجالات. تقييم ينتظر مصادقة مجلس إدارة صندوق لإمكانية صرف القسط الرابع من القرض الائتماني بقيمة 225 مليون دولار في أواخر الشهر المقبل. من المنتظر أن يتم صرف قسط بقيمة 225 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي الائتماني، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق على تقييم الوضع الاقتصادي التونسي المرفوع من قبل وفد عن الصندوق.
كنا في زيارة لتونس من أجل تقييم الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد ومناقشة أفاقه، وكانت هذه المراجعة الثالثة المتعلقة بصرف القسط الثالث من القرض الائتماني الذي سيكون موضوع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه أواخر شهر أفريل المقبل. وحسب التقييم الأولي فإن هناك تطمينات من وفد صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي الحالي نظرا لتضمنه إصلاحات عديدة. أولا بدأنا في طريق الإصلاح وهذا مهم جدا، بدأنا في طريق الإصلاح، والميزانية متاع 2014 على ضعفها وعلى الإشكالات اللي قامت عليها تختلف عن ميزانية 2013، دخلت عدد من الإصلاحات اللي أطلبتها الصندوق الدولي كمحبدة. يعني التحدي الأساسي هو وضعية المالية العمومية، هذا هو التحدي الأساسي وهذا اللي قاعدين احنا نخدمه من أجله، وأعتقد أمضيناه اليوم مع صندوق النقد أو الاتفاق مع صندوق النقد إلى جانب المؤسسات الأخرى، هو يعني يعطي يعني رسالة حول رسالة ثقة اللي تبعثها معنا المؤسسات هذه في قدرتنا يعني على الخروج من الوضع المتأزم هذا. تقرير ممثل صندوق النقد الدولي تضمن عدة نقاط سلبية تؤكد أن الاقتصاد التونسي ما زال يمر بوضعية حرجة. نسبة النمو ما زالت ضعيفة 2.8% ضعيفة، نسبة التضخم تحسنت من 6.5 إلى 5.5 لكن مازالت عالية، طول الانفلاسيون مازال عالية جدا، ميزان الدفعات نتاعنا بالانس دي بيمون مازال كذلك في عجز كبير لأننا نستورد أكثر من 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 نصدر. موافقة من شأنها تشجيع المؤسسات المالية الدولية الأخرى على إقراض تونس. قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الاجتماع القادم بين الاتحاد والحكومة أو ما يعرف بالسبعة زائد سبعة سيكون يوم 26 من الشهر الجاري، وسيكون على جدول أعماله جملة من المواضيع منها بعض المشاكل القطاعية وتنظيم العلاقات الاجتماعية وتنظيم المفاوضات. وأضاف العباسي أن الاتحاد ليس مستعدا للتضحية بسنة 14 أو 2000 فيما يخص المفاوضات حول الزيادة في الأجور، ومع ذلك فالاتحاد مستعد لتقديم المزيد من التضحيات شريطة توفر شفافية في تحديد عائدات الأجراء من ثروة البلاد، مؤكدا أن الطبقات الضعيفة والمتوسطة في حاجة إلى دعم مقدرتها الشرائية المتدهورة. ماناش قاعدين نشاهدوا كذلك في آليات للحد من سيطرة بعض المافيات على التحكم في السوق، ولذا معناه ماناش قاعدين نشوفوا في الأسعار قاعدة تنزل باستثناء الأسعار الفلاحية لأني زاد مربوط بموسم فقط، وإنما ممكن مدة أخرى قد تشهد هي أيضا ارتفاع. الوضع هذا محير جدا، وانتظرنا كثير على أساس أن الحكومة الحالية معناها تقوم بمجهودات للحد من الغلو اللي قاعدة تشهد الأسعار بشكل متواصل. هناك بعض المجهودات لمحال قائمة ولكنها غير كافية إلى حد الآن. تصريح الأمين العام للمنظمة شغلة ورد في مستهل أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للمهن والخدمات الذي بحث سبل النهوض باتفاقيات العمل. يبحث المؤتمر العادي للجامعة العامة للمهن والخدمات في استراتيجية عمل تنهض بالاتفاقيات المعمول بها بين المؤجرين والأجراء فيما يخص الجوانب الترتيبية والمادية وفي قطاعات مختلفة. كنا نعرف أن القطاع الخاص كانت زيادة في الأجور متاعه زيادة برابور لغلاء المعيشة، والواحد أنها زيادة ضئيلة جدا اللي هي نسبة 5%، كي تجي تشوف تعمل حسابك أنه العامل في اتفاقية مشتركة يخلص 350 في 5% تكون 17000، هذه كي تنحي منها الأداءات والواحد تلقاها حكاية فارقة 10000. وفق التقديرات ف 95% من الأجراء المنخرطين بالجامعة العامة للمهن والخدمات ينشطون ضمن نقابات مؤسسات القطاع الخاص، يعرفون وحسب رأيهم صعوبات مادية ولوجستية. الطبيعة أنه معناها تنقصها الاتفاقية المشتركة مثلا نخدموا بها من معناها من بالاتفاقية القديمة ماهيش مواكبة لمعناها التطور
المجالات مش مواكبة للعصر نتوا، معناها فهمت احنا باش نحاولوا نقدموا مشاريع، عندنا مشاريع مش نقدموها باش نحاولوا نحطوا كما نقولوا الخدام يخدم في أريحية ونوفروا له معناها جميع الامتيازات باش يجي نطوروا المؤسسة. احنا في النيتاتيك وجدنا راهو معناتها مع الاتفاق نتاع الثوري نتاع الاتحاد والحكومة وجدنا صعوبات، ولحد الآن مازالت في القطاعات العمومية مازالت بعض الناس معناتها ما خذتش حقوقها كاملة، فهمني برشا في برشا قطاعات. وينتمي إلى الجامعة العامة للمهني والخدمات 1165 أجير يتوزعون على قطاعات الطباعة والحراسة والتنظيف ومحطات بيع الوقود والنجارة. نشر رئيس الحكومة المؤقت الأسبق والأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي جبالي اليوم بيانا توضيحيا للرأي العام حول تقديم استقالته من منصب الأمانة العامة للحركة. وصرح الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري أن مؤسسات الحركة ستدرس ملف هذه الاستقالة بعد إنهاء محطة الاستفتاء المرتقب لقواعدها أواخر الشهر الجاري. أزال رئيس حكومة تريكا واحد والأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي جبالي الغشاوة الإعلامية والسياسية تماما ببيان توضيحي أورده على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. نشر أيضا في الصفحة الرسمية للحركة بإعلانه الاستقالة رسميا من منصب الأمانة العامة. نقل البيان المذيل باسم صاحبه وتاريخ إصداره أنه أعلم كتابيا يوم الخامس من مارس الجاري رئيس الحركة وثلة من قيادتها بالتخلي عن مهمته لأسباب وصفها بالذاتية والموضوعية، ومضى أن تخليه لا يجب أن يفهم بشكل من الأشكال محاولة لشق الحركة أو إضعافها أو التأليب عليها، وأن ابتعاده لا يعني بالضرورة تأسيسا أو انخراطا في حزب آخر ليقطع الشك باليقين حول مستقبله السياسي داخل خيمة حزبية جديدة. الناطق الرسمي باسم الحركة أفاد أن الأمر سيدرس صلب مؤسسة الحركة بعد أن تستوفي النهضة استحقاق استفتاء أبنائها المرتقب أواخر الشهر الجاري. لم يستقل من الحركة واستقال من الأمانة العامة الحركة طلب إعفائه من هذه المسؤولية، ونحن لم نناقش بعد هذا الموضوع داخل مؤسسة الحركة. قيادة الحركة ستناقش بطبيعة الحال هذا الموضوع وتتشاور مع الأخ حمد جبالي، وسترى في أي موقع يمكن الأخ حمد جبالي أن يكون مفيد للبلاد وللمسار الانتقالي وللحركة في المرحلة القادمة. وبشأن احتمال ترشحه للرئاسية القادمة يرى جبالي أن شروط اتخاذه القرار وظروفه غير متوفرة في الوقت الحاضر، ويبقى الأمر مفتوحا في الوقت المناسب. لم نقرر بعد في موضوع الترشح انتخابات الرئاسية، شكون باش ترشح ومن سندعم في الانتخابات القادمة، وهل سيكون مرشح من النهضة أو من خارج النهضة، ولكن نحن بطبيعة الحال حريصين على أن الأحمد جبالي يلعب في المرحلة القادمة الدور اللي نجم يقوم به خدمة للبلاد والمسار، وسنتحاور معه في هذا الموضوع كما نتحاور مع كل القيادات الأخرى. سبق أن سجلت حركة النهضة استقالات مثل رياض الشعيب مؤخرا وفضل بلدي وبن عيسى الدمني سابقا، أو انسحابات ثم عودة كحال القيادية التاريخي عبد الفتاح مورو، أو الخلاف مع منهج الحركة كالحبيب المكني وصالح كركر، وكلهم من قيادة الصف الأول وجملة مراجعات لمن عرف بمجموعة اليسار الإسلامي. لكن أغلب قادة الحركة يؤكدون أن ذلك حالة صحية وديمقراطية صلبة. عقد حزب الحركة الوطنية ندوته الصحفية الأولى لتقديم هويته وعرض مواقفه من القضايا الوطنية الراهنة. حزب الحركة الوطنية أكد انضمامه إلى الاتحاد من أجل تونس. حزب الحركة الوطنية حزب ناشئ شعاره مساواة عمل تنمية، رئيسه المؤقت تهامي العبدولي إلى حين انعقاد مؤتمره الأول في جوان القادم. حزب الحركة الوطنية عقد أول ندوة صحفية له خصصها للتعريف بهوية الحزب ومواقفه من القضايا الوطنية الراهنة. هذا الحزب هو ينتمي إلى أحزاب الوسط، وهو وسطي إيجابي، لا هو بالاشتراك ولا هو بالليبرالي، ولكن يقف موقفا وسطيا، وهو يقوم على قاعدة من التكنوكرات. حاول هذا الحزب، وهذا هي نقطة تميز، أن يبتعد عن كل ما هو إيديولوجيا، فالذي يجمع بيننا ليس الإيديولوجيا، وإنما نحن حزب مهام وبرامج، برامج تنمية تضامنية، وخاصة ما نسميه اقتصاد السوق الاجتماعي أو الاقتصاد التضامني.
تهامي العبدولي أكد انضمام حزب الحركة الوطنية إلى الاتحاد من أجل تونس، كما أكد أن الحركة الوطنية والاتحاد من أجل تونس وجبهة الأنقاذ ستقرر من سيكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإذا لم نتفق فإننا سنرشح من يكون من الحركة الوطنية أو من خارجها، شرط أن تكون فيه المواصفات الاعتبارية لرئيس الجمهورية. الحزب طرح كذلك موقفه من بعض المسائل الواردة في القانون الانتخابي منها الإقصاء. نحن ضد قانون الإقصاء، نحن لسنا مع الإقصاء، نقول إن الجهة الوحيدة المخولة للإقصاء هي الجهة القضائية، القاضي العدل هو الوحيد الذي يمكنه أن يقصي، فيما عدا هذا لسنا مع أي إقصاء وأي قانون إقصائي. أنا لا أقصي خصمي خوفا منه، وإنما أقدم للشعب مشروعي وبرنامجي، والشعب هو الذي يمكنه أن يوافق أو أن يرفض. هذا وقد أكد التهامي العبدولي دعم حزبه لحكومة مهدي جمعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تباطؤ في مراجعة التعيينات. أجلت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في قضية شهداء منزل بوزيان إلى 7 من الشهر أفريل القادم، وذلك بطلب من القائمين بالحق الشخصي للاطلاع على التقارير الباليستية والتقرير الطبي. كما تم تأجيل النظر في قضية شهداء مدينة دوز إلى جلسة 14 من شهر أفريل القادم لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية. ناقش رؤساء الكتل وممثلون عن المجموعات النيابية اليوم إمكانية المصادقة على الهيئة المستقلة لمراقبة دستورية القوانين قبل المصادقة على القانون الانتخابي دون أن يتم الحسم في أسبقية أي من القانونين، فيما سجل شبه إجماع حول ضرورة عرض قانون التحصين السياسي للثورة على المصادقة في الجلسة العامة. كما تناول الاجتماع مشاريع القوانين التي لها أولوية النظر في الجلسة العامة، من بينها قانونان سيعرضان للتصويت في جلسة الغد. نظرت اليوم لجنة المالية في مشروع القانون الانتخابي ورفعت إلى لجنة التشريع العام تقريرا يتضمن عددا من التوصيات، من بينها إلزامية الاستظهار بشهادة تصريح بالممتلكات بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات وتحديد المداخيل لتأكيد قيامه بدوره الجبائي، مع تحديد دور البنك المركزي في عملية فتح الحساب بالنسبة إلى المترشحين المقيمين بالخارج، وتوضيح التمويل الذاتي والخاص والعمومي. افتتحت اليوم بتونس أعمال المؤتمر 28 الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد تحت شعار الشباب الإفريقي في مجال الزراعة والتنمية المستدامة. تسلمت تونس اليوم رئاسة المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لمدة سنتين ستعمل خلالها على إيجاد حلول تشاركية لمسألة الأمن الغذائي وسوء التغذية في القارة السمراء والمشاكل التي يواجهها صغار الفلاحين وتنمية المناطق الريفية بسواعد شابة. نقدموا لهم خبرتنا في تونس في المجالات هذه. تونس عندها خبرة كبيرة في المجال متاع تشغيل الشباب، تحفيز الشباب على البقاء في الفلاحة من حيث تسهيلات القروض، معناها الاكومبانيمون نتاعو في المشاريع نتاعو، في التكوين والمهارات نتاعو في المجال هذايا، في التسهيلات اللي ياخذها وقت اللي ياخذوا المقاسم الفنية. هي منظومة متصلة مع بعض، ما هيش مجرد زراعة منتج زراعي، لا، ده منظومة متصلة مع بعض بما فيها ترتبط بالتصنيع الزراعي، بما فيها بتداول كيفية تداول المحاصيل أو الخضر والفاكهة، بما فيها قد تكون ازاي أعمل أفكار جديدة للشباب أو التكرات في الزراعة عشان يعمل تصدير للخارج، وهي هنا دي اللي هتكون نقطة جذب. نحو 240 مليون إفريقي يعيشون سوء التغذية، رقم يختزل وضعا حرجا تحاول الدول الإفريقية الخروج منه بحلول سنة 25 و2000 عبر الأمن الغذائي. لإفريقيا تعهدات بإنهاء الجوع بحلول عام 25 و2000، ولهذا علينا العمل في إطار منظمة الزراعة والأغذية من أجل هذا الهدف. وتونس التي تستضيف هذا المؤتمر تعمل على وضع استراتيجيات مناسبة سنتخذ بشأنها القرارات اللازمة للقضاء على سوء التغذية والجوع. So that we can move forward and work towards
ending hunger. دراسة السبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف والاستراتيجية الممكنة للقضاء على ظاهرة الفقر والجوع ستستمر خلال أيام المؤتمر بحضور 50 بلداً. المصنفات المعنية بحق المؤلف عديدة، منها الأعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائية وغيرها. في الرپورتاج التالي نتعرف على واقع هذا القطاع في تونس والأهمية الاقتصادية التي يكتسيها حق المؤلف. يتمتع المؤلف بموجب القانون التونسي الخاص بالملكية الأدبية والفنية بحق استغلال إنتاج الفكري أو الترخيص للغير لفعل ذلك، ولا يحق للآخر استنساخ هذا المنتوج بصيغ تخالف الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف. فما هو واقع هذه الملكية في تونس؟ حقوق مهدورة لا توجد لدى الناس، ثقافة حقوق التأليف لا توجد لدى المحامين هذه الثقافة، ولا يوجد لدى الذين يستهلكون الفن بصورة عامة ما معنى حقوق تأليف. باش يتالي شارجي مثال غناية ولا حاجة هو اعتداء، وقت اللي إنسان يمشي في سي دي معناها ب 500 فرنك باش يعمل عليه لوجيسيال هو اعتداء على الناس اللي سهرت الليالي واللي خدمت. حقوق المؤلف لا تتنزل في تونس حسب رأي المختصين المكانة التي تستحقها من حيث أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك تسعى وزارة الثقافة إلى ضمان هذا الحق من خلال التوعية وتغيير التشريعات مع الحرص على تطبيقها. التذكير بضرورة تطبيق القانون وبعد باش نخليه مهلة للشركات الكبرى والإذاعات والتلفاز والفنادق باش يسويوا الوضعيات نتاعهم ويعملوا عقود بالنسبة للناس اللي مازالوا ما عملوش، والشركات اللي مازالت ما عملتش، المؤسسات اللي مازالت ما عملتش مع المؤسسة اللي تابعة وزارة الثقافة. المرحلة الثالثة هي مرحلة ردع وتطبيق قانون. الملكية الفكرية وعلاقتها بالجانب الاقتصادي أوضحتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال دراسة بيّنت فيها أن الصناعة الثقافية تساهم تباعا في الناتجين المحليين الخام الأمريكي والأوروبي ب11% و10%، بينما لا تتعدى في تونس 1%. يواصل عدد من صحفي وعمال وإطارات مؤسسة الإذاعة التونسية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي مطالبين بإقالة رئيس مدير عام المؤسسة. المعتصمون نفذوا وقفة احتجاجية سندهم فيها عدد من الوجوه الإعلامية ومن مكونات المجتمع المدني، وقد شهدت المؤسسة اليوم حالة من الاحتقان والتوتر. الرحيل الفوري للرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية كان المطلب الرئيس الذي نادى به عدد من صحفيي وعمال وإطارات المؤسسة في وقفة احتجاجية رفعوا فيها جملة من المطالب. احنا عندنا مطلب وحيد هو اعفاء حالا، وصلنا للخط الاحمر وتجاوزناه اللي قاعد يعمل فيه كل يوم تاع انسان يتشفى. المظالم اللي تعرضوا لها الزملاء اولا هي الاقصاء من العمل، والاقصاء بتعلت انه فلان عنده كيسيونير وفلان باش يتعدى على مجلس التاديب. حاجه يعني في اللي افاضت الكاس هي اسناد الاعداد المهنيه التي لم تكن وفق معايير قانونيه وفق النظام الاساسي للاذاعه التونسيه، وخلقت جو من التشنج اللي كنا احنا في غنى عنه. مطالب ساندها عدد من الاعلاميين ومن ممثلي المجتمع المدني. ما احتجوش باش يطالبوا بزياده في شهريه ولا باش يطالبوا في منافع، احتجوا باش يدافعوا على المهنه نتاعهم باش يمارسوا مهنتهم بكل حريه وبكل استقلاليه. اتمنى انه بالحق توفى التعيينات بالشكل هذايا ولا تقوم بدورها. الوقفة الاحتجاجية انتهت بحالة من التوتر والاحتقان، حيث قرر المحتجون مواصلة اعتصامهم أمام مكتب الرئيس المدير العام الذي حاولنا الحصول على رده حول ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة فلم نتمكن من ذلك رغم السماح لنا بالدخول، فكان الطرف النقابي همزة الوصل التي نقلت لنا موقفه من مطلب المحتجين. الرد بتاعه انه هو من ينجمش يغادر تحت اي ظرف باعتبار انه هو الطرف الحكومي، الحكومة هي عينته، واذا كان يخرج من المؤسسة هو يحمي من بين مهام رئيس المدير العام انه يحمي المؤسسة والمنشأة هذية، ما يلزمش يخليها ويخرج، يلزم يسلم عليها قرار يخرج يجي من رئيس الحكومة. إنقاذ مؤسسة الإذاعة التونسية من حالة الاحتقان مطلب أصبح لا ينتظر التأجيل حسب الكثيرين، رغم أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن التسميات الجديدة على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أخبارنا العربية والدولية نبدأها من الكويت، حيث اختتم اليوم وزراء الخارجية العرب لقاء تمهيدي لفعاليات القمة العربية التي تستضيفها الكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري. أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال مكافحة الإرهاب والخلاف الخليجي القطري إلى جانب القضية الفلسطينية. ويتوقع أن تسيطر الأزمة السورية على الأجواء، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستشغل مقعد سوريا. وتشارك تونس في فعاليات هذه القمة بوفد يترأسه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي. بعد الجدل الواسع والنقاشات المتباينة التي شهدتها في كثير من الملفات، أشغال مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الكويت، أرجأ وزراء الخارجية مجموعة من المواضيع للقاءات قادمة لضمان حد أدنى من نجاح القمة، من بينها المصالحة العربية، واتفقوا على إدراج أخرى في مقدمتها الأزمة السورية رغم الاختلاف الحاصل بشأن من يشغل المقعد السوري في هذه القمة. تم إقرار مشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، منها القضية الفلسطينية وكذلك الدعم للبنان، وتناول كذلك الاجتماع قمة القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية اللي مش تحتضنها تونس في جام في 2015، وتم يعني الاتفاق على دعم تونس لتنظيم هذه الدورة، دعم على كل المستويات. ملف الإرهاب الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة أمام الدول الأعضاء لم يرتقي إلى درجة المبادرة بمناقشته أمام مجلس القمة والاتفاق على استراتيجية عربية موحدة لمجابهته. ملف الإرهاب، هذا الإرهاب يعني خطر يهدد كل الدول العربية، ويعني محاربته هو قاسم مشترك مع كل الدول العربية، وهذا شيء معروف. يعني كل الدول العربية لازم تكون تتعاون في هذا في محاربة هذا الملف. إلى حد الآن ما فيش استراتيجية عربية لمحاربة هذا، المفروض كونها تكون استراتيجية عربية متكاملة لمحاربة خطر الإرهاب لأنه يهدد كل المنطقة. هذا وقد وصل مساء إلى الكويت السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت للمشاركة في هذه القمة، وكان في استقباله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل أن يجري محادثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتية السابق ورئيس مجموعة الخرافي السيد جاسم الخرافي. قمة عادية في أوضاع استثنائية بحسب أصحاب القرار والمتابعين، عادية في دورية انعقادية واستثنائية بملفاتها الخلافية المدرجة على جدول الأعمال والمتروكة خارجه، الأزمة السورية ومجابهة الإرهاب والمصالحة العربية والمستجدات القضية الفلسطينية والتنمية الاقتصادية أبرزها. خميس بوبطان، التلفزة الوطنية التونسية، الكويت. في مصر، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، ما يعني الحكم عليهم بالأعدام في تهمة الاعتداء على منشآت عامة ومراكز شرطة وقتل نائب مأمور والاستيلاء على الأسلحة، حكم أثار ردود أفعال كثيرة في الشارع المصري ونددت به جماعة الإخوان المسلمين. هكذا بدا المشهد خارج قاعة محكمة جنايات المنيا بعد إعلان القاضي إحالة أوراق 529 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. وجينا منعنا بالقوة وأصدر حكم مع نفسه للضباط جوه في الجلسة، وحالة 530 لإعدام المفتي والباقي جلسة الأحكام يمكن أن نجنط بعض. المفروض من قتل يقتل زي ما القرآن بيقول، الناس دي قتلت يبقى لازم تتقتل، وشوية عليهم الحاجات دي بصراحة. كمان ده كبير جدا، أكيد الحكم فيه مش هيبقى منصف 100%، فأكيد فيهم ناس مظلومين وأكيد فيهم ناس تستاهل. المحكمة قضت ببراءة 17 آخرين في قضيات الاعتداءات على مراكز الشرطة في المنيا وقتل ضابط وشروع في قتل عدد آخر من الأمنيين، إضافة إلى الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، وحددت جلسة في 28 من أفريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وعددهم 153 شخصا فيما يلوذ البقية بالفرار.
جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا أصدرت بيانا أدانت فيه الحكمة ووصفته بالصادم وغير المسبوق والمخالف لكل قواعد الإنسانية والعدالة القانونية. وأكدت الجماعة أنها ستطعن ضد هذا الحكم وستدافع حسب قولها عن الحقوق الأساسية للمصريين، فيما عبرت واشنطن عن قلقها العميق من أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات المتهمين. الأحكام خلقت أيضا عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها. وتتواصل سلسلة جلسات محاكمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم ليمثل غدا أمام الدائرة نفسها 600 منهم بينهم المرشد السابق محمد بديع. في اليمن أسفر هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد عن مقتل 22 جنديا، ورجح مسؤولون عسكريون وقوف فرع تنظيم القاعدة باليمن وراء هذا الحادث في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عنه. وحسب وسائل إعلام حكومية فإن المسلحين نفذوا الهجوم فجر اليوم بينما كان معظم الجنود نائمين. أعلن رئيس الوزراء الماليزي مساء اليوم سقوط الطائرة الماليزية المفقودة منذ 8 مارس الماضي في المحيط الهندي، قائلا إن معلومات جديدة من الأقمار الصناعية تؤكد هذا الأمر. وسرعت شركة الطيران الماليزية بإعلام عائلات ضحايا هذه الحادثة وعددهم 239 ضحية بهلاك جميع من كانوا على متن الطائرة، فيما ينتظر أن تصل سفينة أسترالية صباح غد إلى موقع جسمين رصدتهما طائرة عسكرية للتأكد مما اعتبرته حطام هذه الطائرة. طالب الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف بسحب جميع القوات الأوكرانية من القرم بعد سيطرة قوات روسية على قاعدة بحرية أوكرانية في فيدوسيا بالقرم. وتهيمن الأزمة الأوكرانية على قمة لاهاي حول الإرهاب النووي، حيث يعقد على هامش القمة اجتماع مجموعة الدول السبع لبحث الإجراءات بحق روسيا ردا على ضمها القرم. كييف ترضخ لسياسة الأمر الواقع بعد إلحاق القرم بروسيا وتأمر بسحب قواتها من شبه الجزيرة، أمر جاء بعد اقتحام قوات روسية فجر اليوم قاعدة عسكرية أوكرانية في فيدوسيا في القرم واعتقال الجنود الأوكرانيين ونقلهم موثوقي الأيدي إلى وجهة غير معلومة حسب المتحدث باسم القوات الأوكرانية، هذا دون ورود معلومات حول ما إذا كانت وحدة المشاة البحرية في القوات الأوكرانية قد قاومت القوات الروسية. وفي استعراض للنفوذ على القرم تفقد وزير الدفاع الروسي عددا من المؤسسات التابعة لأسطول البحر الأسود. الوزير بحث مع عدد من العسكريين الأوكرانيين السابقين مواصلة الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الروسي بعد أن أبدوا رغبتهم في ذلك. موسكو أكدت أن كييف تدين لها بحوالي 16 مليار دولار وأكدت أنها لن تتخلى عن هذه الديون، أمر عده المراقبون خطوة انتقامية تنفذها موسكو بسبب اختيار قادة أوكرانيا الجدد التحالف مع الغرب. وتهيمن الأزمة الأوكرانية على قمة لاهاي حول الإرهاب النووي، حيث يعقد على هامش هذه القمة اجتماع مجموعة الدول السبع لبحث الإجراءات بحق روسيا ردا على ضمها القرم، إلى جانب إمكانية استبعادها بشكل نهائي من المجموعة، مع تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان لجعل روسيا تدفع ثمنا على تدخلها في أوكرانيا. في الرياضة أعلن نادي حمام الأنف تعيين الفني الفرنسي جيرار بوشار مدربا لفريق أكابر النادي خلفا للمدرب فتحي العبيدي الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق بعد هزيمة النادي أمس أمام الملعب الجابسي، وسيتولى بوشار تدريب الفريق بداية من يوم غد الثلاثاء. ختام النشر مشاهدينا الكرام وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة المؤقتة يكلف فريقا حكوميا برصد شواغل جهة جندوبة وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية إثر زيارة العمل التي أداها إلى الولاية. بعثة صندوق النقد الدولي تعلن موافقتها المبدئية تمكين تونس من قسط رابع من القرض الائتماني بقيمة 355 مليون دينار. محكمة جنايات القاهرة تحيل ملف 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.